مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. هذه قناة عمان الثقافية، نحييكم ونقدم لكم أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. استباقا لعودة النشاط الثقافي، عرض أقدم مسرحية في نيويورك. صدور نسخة جديدة من كتاب الرحلة الأوروبية للمناضل السوري فخر البارودي. ورشة ترميم ضخمة في قصر فولا فيكونت، أحد أشهر المعالم التاريخية في فرنسا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شهدت مدينة نيويورك عودة العروض المسرحية من خلال عرض مسرحية الجريمة المثالية بيرفكت كرايم، وذلك قبل فتح خشبات برودواي مجددا في سبتمبر المقبل. وكان المسؤولون في بلدية المدينة قد سمحوا منذ بداية مارس بعودة النشاط بالحي الثقافي برودواي، شريطة الالتزام بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا وفرض نسبة حضور لا تتعدى 33% من القدرة الاستيعابية المعتادة. وتعد مسرحية الجريمة المثالية عملا بوليسيا مطعما بأجواء علم النفس كأحد أعمدة الأعمال المسرحية للمدينة، ويعود تاريخ انطلاقها إلى عام 1987. صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر الحديثة كتاب الرحلة الأوروبية للمناضل السوري فخر البارودي. وتكتسب هذه اليوميات التي حققها وقدم لها إبراهيم الجبين قيمة استثنائية، فالرحلة المبكرة إلى أوروبا كانت فرصة للبارودي ليمتحن أفكاره المدنية ويجد لتطلعاته النهضوية نموذجا. فقد جعل البارودي من بيته في دمشق ملتقى للأدباء والمفكرين والفنانين والزعماء السياسيين على مدار أكثر من نصف من الحراك اليومي لأجل المستقبل، وحوله إلى قلعة مقاتلة في مواجهة الاستعمار الفرنسي والقوى الراجعية معا. فأصبح البارودي بذلك أشهر زعيم دمشقي طوال النصف الأول من القرن العشرين. يذكر أن الكتاب الذي يقع في 440 صفحة من القطع الكبير فاز بجائزة ابن بطوطة لتحقيق المخطوطات لعام 2021. في فرنسا بدأ قصر فولا فيكونت الذي يعد أهم معلم تاريخي خصوصي في فرنسا ورشة ترميم ضخمة تشمل أجزاءه المختلفة. وتستهدف الورشة بشكل خاص تجديد الصالون البيضاوي للقصر، ورسوم المقرر أن تتزين قبته بها، والتي صممها الرسام الفرنسي شارل لابران، وهو أول رسام للملك لويس الرابع عشر. وقد استخدم سحر الفن الافتراضي في هذه الرسوم التي لم تنجز أبدا للآن، لأن الأشغال في القصر توقفت في الخامس من سبتمبر عام 1661 بعدما جرى اعتقال مالك المكان نيكولا فيكيه من قبل لويس الرابع عشر. ويمثل القصر تحفة معمارية أنجزها المهندس المعماري الفرنسي لولاي، الذي عاش بين عامي 1612 و1670، وهو يدخل ضمن الفن المعماري الكلاسيكي لمنتصف القرن السابع عشر. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. متحف أورساي في باريس يحتضن حفلا غنائيا يمثل عناقا بين الرسم والموسيقى. أهلا بكم مجددا. احتضن متحف أورساي في باريس حفلا غنائيا
مثل عناقا بين الرسم والموسيقى، ومنح رؤية جديدة من هذا المبنى لجمهور افتراضي وتحت أنظار التماثيل. ردد موسيق أوركسترا باريس تحفة لوحات معرض للملحن الروسي موديس موسوركسكي بتنسيق من الملحن الفرنسي موريس رافيل. وكان هذا المتحف المشهور بمحتوياته الغنائية من الفن الانطباعي قد أطلق قبل أشهر سلسلة من الحفلات تحت اسم مباشر من أورساي، سجلت في قاعاته وردهاته وبإخراج يبرز كل من الموسيقيين والأعمال المعروضة والفن المعماري للبناية. في دمشق صدرت النسخة الفرنسية من كتاب رامبونا المؤرخ لمؤلفه سيمو عايش، وكان الكتاب في نسخته الأصلية المكونة من 510 صفحات باللغة الإنجليزية قد صدر في عام 1967، ويحلل الكتاب حياة ونظرة رامبونا وحول العالم في القرن التاسع عشر، ويتضمن رسائل المؤلف إلى الممثلين السياسيين والدينيين للدول الأخرى في تلك الفترة، ويقدم معلومات وأفكارا ثمينة للمهتمين بمشاكل التعليم في المجتمعات الريفية في العالم الثالث. كما يسمح الكتاب باكتشاف تاريخ مدغشقر في خلال أفكار وكتابات المؤلف الذي يعد الأكثر تعلما وثقافة من بين جميع كتب الجزيرة الكبرى في القرن التاسع عشر. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. استباقا لعودة النشاط الثقافي، عرض أقدم مسرحية في نيويورك. صدور نسخة جديدة من كتاب الرحلة الأوروبية للمناضل السوري فخر البارودي. ورشة ترميم ضخمة في قصر فولا في كونت، أحد أشهر المعالم التاريخية في فرنسا. قدمنا لكم أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، كونوا دائما بخير، في أمان الله.